للمخدرات. خير إن شاء الله. طلبنا منك الحضور بخصوص ابنك. أي ابن فيهم؟ هم سبعة بفضل الله. ابنك الذي يدرس في مدرستنا. الصغير أم الكبير؟ وهل لديك أكثر من ولد يدرس في مدرستنا؟ كلهم في المدارس والحمد لله. محمد ابني الكبير من زوجتي الأولى. وهل الصغير طالب أيضا عندنا؟ أنتم أعلم يا حضرة الناظر. كم عمره الكبير؟ الكبير ولد بعد وفاة والدي بشهرين. ألا تعرف في أي سنة دراسية هو أو أخوه؟ وكيف أعرف؟ أنا أعيش مع زوجتي الثانية، هي الطيبة أم الخير. ألا تزور أولادك؟ أزورهم طبعا، كل زوجة لها يوم وليلة. ألا تجلس معهم تتحدث إليهم؟ أين أجدهم؟ هم إما نائمون أو غائبون عن البيت. ألا تسأل عنهم أمهاتهم؟ ولما أسأل؟ كل أم مسؤولة عن أولادها، ألست معي في ذلك؟ هل تعلم كيف يقضي أولادك وقتهم؟ أين سيكونون؟ في النهار في المدرسة وفي المساء في البيت أو في الشارع؟ أو في الشارع كما قلت. وهل تعلم ماذا ينتظرهم في الشارع؟ صدقت، الشوارع مزحومة جدا بالسيارات هذه الأيام، مع أنهم أيضا لم يضعوا عوائق كافية في شارعهم. كفى! لا إله إلا الله. أحد أبنائك الصغير أم الكبير متغيب عن المدرسة منذ 3 أيام، هل تعلم أين هو؟ أين سيكون يا حضرة المدير؟ أين سيكون؟ طبعا في البيت. إنه الابن المدلل من زوجتي الأولى، لديها ولد وثلاث بنات. لا، ابنك ليس في البيت، ابنك في المستشفى. في المستشفى؟ أي مستشفى؟ ألم أقول لك أنهم لم يضعوا عوائق كافية في شوارعنا؟ لم يصب بحادث، ابنك مدمن مخدرات وقد عثرت عليه الشرطة فاقد الوعي في أحد المنازل المهجورة. ابني مدمن مخدرات؟ وقد تناول جرعة زائدة وهو الآن يرقد في المستشفى بين الحياة والموت، ولم يتعرف عليه أي من أولياء الأمور. وأي مستشفى؟ تسأل وأنت المسؤول؟ في غياب الأب ينحرف الابن